ما يعتاد، هو اطيب من وطأة رجل على الارض ايضا. شيق غالي والله العظيم. مهند سرير مهند الحين من يجي فيه سبداني تبدا كتب مهند والله. شفت البارحة شطحات مهند هوشات مهند يا حلو حلو الله يا مهند والله العظيم الله يوفقه بس احسن يروح يشوف موفق النيرة. موفق ادمي موفق ما شاء الله على صغر سنه الا ما شاء الله تبارك الرحمن. انا الحاجه ناضج. الوحيده اللي تعجبني في مهند من بدايه البرنامج الى الحين مبدع والله نجم والله نجم عنده محتوى لو وزع على العالم لصار العالم كله مبدعين تبارك الرحمن ما شاء الله عليه. اقول غير الله لا يضره. وانت ما شاء الله ابو عمر دائما تكرر عليه رجل رجل أيوة رجل دائم. معنى الرجوله كلها في مهند ما نطق رجل. ما نطق ابو هذال الا والله معنى الصدق عند مهند وكان لسانك ابو هذال والله العظيم المحتوى المرجله عند مهند الدين ما شاء الله عند مهند يصلي الوتر ويصلي الضحى الله يوفقه منطوقه قوي وحجته قويه ولسانه سليط واذا حبك هذا من طيب حظك ما شاء الله. تدري ايش قلت له؟ تدري ايش قلت؟ قلت انت الحين ما شاء الله تبارك الرحمن عمرك 23 سنة وانت الان ما شاء الله تبارك الرحمن بهالابداع وبهالجمال وبهالفكر النظيف وبهالعقل اللي ما شاء الله تبارك الرحمن ناضج. كيف اذا جاء عمرك يعني 30 في 35 وكيف بتكون؟ اليوم انا اتوقع جبار اسولف انا وياك قلت اتوقع ان بعد 5 سنوات مهند الفيصل راح نشوفه في أعظم الأماكن على الكرة الأرضية. أول يسألني